أولا إحنا عددنا قليل وهم ما شاء الله 70 مليون 80، إذا إحنا قادرين نقوم بهالدور في عندهم أيضا مشكلة لازم يعالجونها. ما هو أنا ممكن أمر أقول السلام عليكم وتقول لي أنت تسلم عليه عشان تغيظني، هذه قضية ثانية، معناته أنت عندك مشكلة أو عندك نقص، هذه قضية تخصك ما تخصني، أنا ما أستطيع أعالجك. تقول الحكمة: لا عداء دائم ولا حب دائم في السياسة، هذا ما يمكن إطلاقه على العلاقات المصرية القطرية. كانت العلاقة بين الرئيس مبارك وأمير قطر حمد بن خليفة علاقة سيئة ومتوترة، وتخللها الكثير من الترشقات الإعلامية بين البلدين. فهل عداء قطر لمصر عداء تاريخي بدأت جذوره مع الرئيس جمال عبد الناصر وامتدت إلى وقتنا هذا؟ تاريخ العلاقات المصرية القطرية وأسباب الخلاف بين البلدين. على عكس المعلومات المتداولة على الكثير من المواقع، ما كانش هناك خلافات أو مشاحنات بين أمراء قطر والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات. فقطر في الوقت ده كانت تحت الحماية البريطانية المباشرة ونالت استقلالها في 3 سبتمبر 1971، وأصبحت دولة ذات سيادة وانضمت لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ومع تولي الرئيس أنور السادات حكم مصر، زار الرئيس أنور السادات الدوحة على رأس وفد مصري والتقى بأمير قطر أحمد بن علي بن عبد الله، واتفق معاه على تدريب قواته ومساعدة بلاده عسكريا، وأهدت مصر لقطر طائرتين حربيتين لتكون نواة لسلاح الجو القطري. ومع اندلاع حرب أكتوبر 1973 شاركت قطر في الموقف العربي لقطع النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل. ساد التوتر بين مصر وقطر بعد قيام الرئيس أنور السادات بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978، فانعقدت قمة بغداد واتفقت أغلب الدول العربية على مقاطعة مصر، فانقطعت العلاقات رسميا بين مصر وقطر. العملية عندهم ليست إلا شيخ قبيلة في كل حتة، ما هو في الكويت شيخ قبيلة وبترول، قطر شيخ قبيلة، شيخ القبيلة وبترول، بحرين أبو ظبي شيخ قبيلة وبترول. ما معنى إنه عامل دول كدول ويتجرأوا على مصر هذا التجرؤ؟ 27 يونيو 1995، قاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني انقلاب أبيض على والده الشيخ خليفة واللي كان وقتها خارج قطر، فرفض الشيخ خليفة الاعتراف بشرعية الحكم الجديد وأقام متنقل بين أوروبا والإمارات والسعودية، ومن هنا بدأ الخلاف المصري القطري. حكى لي الرئيس مبارك الحكاية دي، فحمد لما عمل انقلاب على أبوه الشيخ خليفة قال له عايز أروح أقابل الرئيس مبارك، كان وقتها الرئيس مبارك في برج العرب، فالملك فهد الراحل كلم الرئيس مبارك قال له حمد عايز يجي لك. كان مصر كانت واخدة موقف إنه إزاي واحد ينقلب على أبوه، كان مستغرب. وقت الرئيس مبارك قال لي أنا كنت مستغرب إنه إزاي يعني واحد ينقلب على أبوه، يعني أبوه يسافر فيصحى من النوم ياخد منه الحكم. قال لي أنا كان ده اللي مزعلني، ما إحنا الموضوع ما كانش فارق معانا، بس الحركة نفسها كانت مضايقانا، لكن إحنا مش فارق معانا مين يحكم. فالملك فهد توسط كلم الرئيس مبارك قال له خليكي، جه راح قابله في برج العرب، قال لي قابلته اول ما شفته طبطبت وبيسلم عليا، قلت له يا حمد هو كل واحد فيكم يصحى من النوم ياخد الحكم ازاي؟ يعني ازاي تعمل كده مع ابوك؟ فلقيته زعل، قلت له يا اخي بهزر معاك والله، حكاها لي شخصيا الرئيس مبارك. في الوقت ده شافت القياده المصريه في الشيخ حمد بن خليفه خطر على الامن القومي العربي، ففي عام 1991 ابرم الشيخ حمد بن خليفه واللي كان وقتها ولي العهد ووزير الدفاع، ابرم مع ايران اتفاقيات عديده في مجال النقل الجوي والتعاون التقني والعلمي والثقافي والتعليمي، واقر للايرانيين بمنافع ومكاسب من حقل غاز الشمال، ومهد لاستيراد مياه من ايران. وبعد قيام الشيخ حمد بن خليفة بانقلابه سعى لكسب رضا إسرائيل وأمريكا، وتعهد بتوفير الغاز لإسرائيل بأسعار معقولة وكميات وفيرة، وقدمت قطر تسهيلات لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، وقام خليفة بن حمد في عام 1996 بإنشاء قاعدة العديد الجوية. كمان كان لظهور العديد من الإسلاميين في قطر حول حمد بن خليفة مؤشر خطير إن قطر الجديدة تنوي إفساح دور أكبر للإسلاميين في المنطقة. فبراير 1996 وقعت محاولة انقلاب فاشلة في دولة قطر نفذها أنصار الأمير المعزول الشيخ خليفة بن حمد الثاني من الأفراد والضباط في الجيش القطري والحرس الأميري بهدف الإطاحة بأمير قطر حمد بن خليفة، فاتهم حمد بن خليفة كلا من السعودية والإمارات ومصر والبحرين في دعم محاولة الانقلاب على نظامه، واتهم المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان بتقديم أسلحة لدعم الانقلاب دخلت لقطر عن طريق المنامة، واتهم ضابطين مصريين في المحاولة عطية بدري عطية وأحمد توفيق سعيد واللي كانوا بيعملوا بعقود مع الحكومة القطرية، الأمر اللي نافته الحكومة المصرية، وهنا بدأت العلاقات المصرية القطرية في التدهور. وحتى أكون محددا فهو وزير خارجية دولة قطر الذي تطاول على مصر وعلى رئيس مصر بشكل لم يحدث له مثيل من قبل. نعم. وينك وين 65 مليون وسكان فندق واحد؟ أنا ما أريد عن مصر وجزالتها ووزنها
أنها توقف في وزن وياهاي للناس. لا، هذه إلى هلين ينرحمون. مصر تعويهم، مصر ترحمهم، مصر تعلمهم، تعلمهم تعطيهم علم لما هم بيتكلموا به ولما هم بيسعون فيه. سد الباب عنهم ولا تحاشيهم. أمير قطر تصور أن مصر لا توافق على الانقلاب الذي قام به على والده. نحن لم نتدخل ولا بالموافقة ولا بالاعتراف. بالتدخل الأمني فعلا اتهموا عمر سليمان بأنه وكانت تدخل. هناك صدامات إعلامية بالغة الحدة بين مصر والإعلام القطري. كانت الجزيرة في وقتها في طفولتها لا قيمة لها، فشعروا بثقل اليد المصرية عليهم، ولكن الحكمة تغلبت ووضعت الأمور مرة أخرى في مسارها الطبيعي. في نوفمبر 1996 تأسست قناة الجزيرة، وكانت مصر هي شغل قناة الجزيرة الشاغل، وبدأت في محاولات تقليب الرأي العام المصري على الحكومة والرئيس. وفي محاولة لتصفية الخلافات المصرية القطرية قام محمد بن خليفة في مارس 1997 بزيارة مصر ولقاء الرئيس مبارك. قصيتك ذكرت عن مصر، هو عادة في الدول العربية الخلافات تصير، لكن الحمد لله العرب يعني دائما الخلافات تزول بسرعة، وانتو ما في شك ان مصر علمت قبلكم ناس وبتعلم يعني آخرين، وعلينا نتوقع مثل هذه الأشياء إذا حصلت، لكن إن شاء الله انتو بالنسبة لكم كطلبة هذه الأشياء ما تأثروا إن شاء الله. شاف الشيخ حمد أن القطر إمكانيات اقتصادية هائلة تجعلها قادرة على تبوء مكانة كبيرة ولعب دور في الشرق الأوسط، فدخلت قطر في حرب سياسية مع مصر من أجل الفوز بدور إقليمي. في نوفمبر 1997 تقرر عقد المؤتمر الاقتصادي في الدوحة، ودعت قطر رئيس الوزراء الإسرائيلي للحضور، وزاد الجدل حول جدوى المؤتمرات الاقتصادية والدعوة لإلغائها بسبب تعثر عملية السلام والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مما أدى لمقاطعة كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان والمغرب والجزائر للمؤتمر. وانعقد المؤتمر وشارك فيه وزير التجارة الإسرائيلي. قامت قطر بتمويل الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع إيران، وتدخلت في السودان لرعاية اتفاقية سياسية مضرة للأمن القومي المصري والعربي في دارفور، وقامت بالتنسيق مع حركتي حماس والجهاد في غزة لعدم الاستماع للوساطات المصرية والاستجابة للوساطات القطرية. وفرت قطر منبر إعلامي وظهير سياسي لحزب الله في مهاجمته المستمرة على مصر، وتبنت وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين. ومع الانتقادات الموجهة من الحكومة المصرية لقطر، نفت قطر الصلة بمحتوى قناة الجزيرة وقالت إنها مفتوحة للرأي والرأي الآخر. أنا تقديري مش قطر هي اللي بتعمل هذا، اللي بيعمل هذا من هم وراء قطر. في هدف غربي لاستخدام طرف صغير اسمه قطر، عنده إمكانيات مالية هائلة وعدد سكان محدود للغاية، ورغبة محمومة من قبل أمير أنه يكون لقطر اسم. لا تنسى أن هناك قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، لا يستطيع إنسان أن يخرج برا طوع هذه القاعدة مهما تحدثنا عن السيادة وعن القدرة وعن التأثير. هي دي قصة قطر. حقيقة الأمر أنه ثبت بما لا يقبل جدل أنه ما يستطيع أن يهاجموا هذا الطرف أو يعملوا ضد هذا الطرف إلا بإرادة أمريكية. الذكاء هو أنك تجذب البشر، أنك تتحدث باعتبارك تهدف إلى أهداف عربية عليا، ثم تقع فريسة في مخططاتك وتنفذها. تنساش أنه أمير قطر له توجهات إخوانية يعني واضحة للغاية، دائما يقول نحن وهابيون، ولكن يكشف عن تأييد مطلق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أو في أي دولة عربية. توترت العلاقات المصرية القطرية في عام 2005 بعد الحراك السياسي اللي شهده الشارع المصري، وتسليط قناة الجزيرة الضوء على الحراك في مصر وفتح منابرها للمعارضين المصريين، وأيضا بعد الحرب الإسرائيلية على بيروت عام 2006، وبسبب دور قطر عام 2007 في مساعدة حركة حماس في الانقلاب على السلطة الفلسطينية في غزة ودعمهم بالمال والسلاح، وظلت في تصاعد مرورا بحرب غزة 2008. سببت ازعاج السعوديه.
الشيطان لو نجحوا في العراق الخطوة الثانية على السعودية. حتى سعد الحقيقي ترى ما في مشكلة، هو استضافوه كذا مرة تعليق على أحلام. لا احنا نقول ما بنصل لك العائلة، إذا الله أعطانا عمر 12 سنة ما في عائلة. أذكرك هذا الكلام، أنت الحين تعرف إن ما عاد عندهم قرار، في خلاف شديد بين السلطان وبين عبد الله بن عبد العزيز. خلاف كبير كبير. بكل سير كان إحنا يعني تلكأن، شوف اللي نسقيه مع السعوديين، الناس اللي ما عندهم كرامة، مصر والأردن وبالذات مصر. وصلت العلاقات لأسوأ مراحلها في يناير 2009 أثناء حرب إسرائيل على قطاع غزة، بسبب دعم الشيخ حمد لحركة حماس واللي كانت على علاقة متوترة مع نظام مبارك، وكمان دعوته لعقد قمة عربية، ومع الرفض المصري السعودي فشلت قطر في عقد القمة لعدم اكتمال النصاب القانوني. العرب بشكل عام تفاجئوا بأنهم طرحوا عقد قمة عربية دون حتى التشاور. اللي يرى السياسة القطرية وتصرفات القطرية بدقة يعرف أنهم كانوا سوف يلجؤون إلى هذه الفكرة فورا، لأنه الفكرة معناها إيه؟ معناها أنه قطر هي بؤرة العمل العربي، محور العمل العربي، وبالتالي في أزمة بهذا الحجم سوف يقولون تعالوا إلى قطر، فتظهر قطر في الصورة ثم تكون الرئاسة لقطر. نعم. دي إقليمية. عشان كده أفشلت. أنتم أفشلتوها. وخرج الأمير القطري وقال حسبي الله ونعم الوكيل في من خرب هذه القمة. معالي الوزير هذه نقطة مهمة. أن هذه القمة كانت سوف تخرب. الفكرة كانت واضحة جدا. تركيا وقطر لعبوا مع بعض وبيلعبوا مع مصر. دعا إلى القمة بدون ترتيب، وكان وكأنه استدعاء للقادة العرب. فكرة تقول في كتابك أنه الرئيس حسني مبارك قال عن أمير قطر بأنه راجل طيب، ولكن وزير الخارجية كما تقول له أجندة خاصة. ماذا كان يقصد؟ أنه يبقى الشخصية المؤثرة عربيا وإقليميا وحتى قطريا. ما الدور الذي يمكن أن تقوم به قطر والأمير؟ تقدر تلعب دور كويس إذا أرادت، ولكن هذا لم يحدث للآن. ما أقدرش أقطع بالكلام ده لأن ما فيش حاجة قدامي واضحة على عمري. وماذا بشأن دعمهم لحماس؟ حماس؟ yes. لا أنا أقدر أقول لكم ما بيساعدوا في دارفور وبيساعدوا في أماكن كثيرة، بس لسه ما أعرفش إيه العلاقة مع حماس. مش حالي هم يريدون اللعب دور. اللي يقدر يعمل رول كويس للسلام انا هسقف له كلاب هاندز فور هيم. انا عاوزين سلام، انت تعمله انا اعمله ده يعمله، المهم السلام. في عام 2010 وجهت قطر لمواطنين مصريين تهمة التجسس والتخابر لصالح مصر. بعض المسؤولين عندهم حساسية، مش من مؤتمر غزة الخلاف، لو نرجع للخلف كثيرا لمؤتمر المينا، تذكر المينا اللي انعقد في الدوحة، لما جاء المؤتمر ينعقد عندنا قالوا ان احنا ما نريد نعقد المؤتمر لانه اسرائيل في عندنا خلاف معها. يا جماعة احنا نعرف انه عندكم تنسيق مع اسرائيل، ما عندكم خلاف مع اسرائيل، ومن يومها مؤتمر اسلامي مؤتمر عربي هناك عندهم حساسية من قطر. هذه الحساسية اكتشفنا لها شقين، اولا في خلاف في التوجه السياسي. إذا جينا للمؤتمر غزة اللي صار، فوجئنا أنه مصر ما تريد تعقد في قطر، أنه ما يعقد في قطر وأنه في قمة في الكويت. إحنا خلافنا مع الإخوان في نقطة واحدة، يا أخي دخلوا الدواء والغذاء أثناء الضرب اللي ينضربون إخواننا، وهذا في الأعراف الدولية مسموح. الآن مش وقت أن إحنا نبي نجيب فتح أو نجيب حماس. لما بدينا نتكلم في هذا الموضوع ونتكلم في مؤتمر غزة، الإخوان تحسسوا كثيرا من هذه القضية. سبب الحساسية أن غزة ملاصقة لمصر وتعتبر جزء من أمنها القومي، وتدخل قطر في الموضوع لا 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 يسبب حساسية لدى النظام في مصر. لا هم ما أفشلوا مؤتمر الدوحة. مؤتمر لا لم يفشلوا ولم يستطيعوا يتكلموا إلا عن أنفسهم. إذا جينا للحقيقة اللي ساعدهم في هذا السعوديين تدخلت، لأنه الملك عبدالله عنده حكمة، كان يريد يلم الأمور في العالم العربي ويريد يعمل مصالحة. لكن أنه يقول واحد منعناهم، حتى إهانة للي منعهم كأنهم تلاميذ في مدرسة. طبعا حينما تكون الدولة كبيرة واحد مسؤول فيها ويجد أن دولة صغيرة عمالة تعمل الأعمال دي، هناك اتهامات لك أنت. احنا أسفين في هذا الموضوع. إذا يعتقدون أنه دولة صغيرة ما لها حق، مسحوب منها الحق أنها تقوم دارفور. بأي دور دارفور هي جزء من أمن مصر القومي والسودان. أنتوا داخلين حاطين أنفكم قرار في دارفور. عربي، قرار عربي في الجامعة العربية. لماذا تضعون أنفكم في كل شيء قريب من مصر؟ بس احنا عايزين نحل الحساسية، ناخذ دواء مضاد الحساسية. يقولوا لنا إيش هي الحساسية؟
بعض الإخوان في الحكومة يريدون، عندهم فشل داخلي، يريدون يوجهون أنظار ل يعني مؤامرة في غزة انقلاب، مؤامرة حزب الله انضاف لها قطر، مؤامرة مش عارف إيش قطر، يعني مثل ما يقولون الإنجليز بليم ذا إيطاليان، كل ما يصير شيء يعني لو صار يمكن بعد إنفلونزا الخنازير لو بدأ في مكان بيكون سبب قطر أنه يمكن نشر الوباء. هل قطر عملت إساءة لأي دولة عربية؟ وإلا قطر حاولت أن تصلح، حاولت أن تساهم بالمال والفكر في كل قضية عربية تستطيع أن تساهم فيها بمساهمتنا قدر المستطاع. هذه المساهمات استفزازية. وإحنا ليه استفزازية؟ ليش ما تأخذها بحسنية؟ ما هو أنا ممكن أمر أقول السلام عليكم وتقول لي أنت تسلم عليه عشان تغيظني، هذه قضية ثانية، معناته أنت عندك مشكلة أو عندك نقص، هذه قضية تخصك ما تخصني، أنا ما أستطيع أعالجك. تنفي علاقة قطر بأي شكل من أشكال التآمر على مصر خارجيا وقطع علاقتها مع تركيا أو مع دول أخرى؟ والله عندنا قدرة خارقة، اللي إحنا أولا إحنا عددنا قليل وهم ما شاء الله 70 مليون 80، إذا إحنا قادرين نقوم بهالدور في عندهم أيضا مشكلة لازم يعالجونها. أنتم دولة صغيرة تتنازلوا للدولة الكبيرة مصر؟ لا، السعودية علاقات قطر مع السعودية تختلف. مصر هي الدولة الكبرى الأكبر، هذا أكبر صحيح. من السعودية. هذا صحيح، لكن مع السعودية في تاريخ وفي علاقة تختلف. الوزير قال لو مصر حصلت على الترضية المناسبة، ترضية بين أطفال، ما أعتقد أنه هذا مصر أكبر تصريح. يعني مصر أكبر من الترضية، ما إحنا نفهم ونعرف أنه بعد في إملاءات تأتي حتى للدولة الكبرى. أنتم ما الذي يحرككم في إحنا ما عندنا أي تحريك، تحريكنا شيء واحد، أولا مصلحة قطر الداخلية، هذه شأننا الداخلي، أي مجال نستطيع أنه نساعد فيه في العالم العربي بنساعد فيه، وأي تألم يتألم فيه أي مواطن عربي في العالم العربي نتألم له، وهذه سياسة سمو الأمير. دولة صغيرة مثل قطر، ما هي مصادر القوة؟ قناة الجزيرة وقاعدة العديد؟ إيماننا بالله، وراحوا يقولون للأمريكان شوفوا هذيلة، راحوا صفوا مع اللي يسمونه فريق الشيطان، وكل يوم يقدمون شكوى لأمريكا. لو أقول لك الدول الكبرى اللي أنت تتكلم عنها إيش يقولون للأمريكان والأوروبيين، كل الشكاوي وكل الدسائس التي بذلت في سبيل تخريب العلاقة أعتقد أنها تنقص من أي دولة كبرى تقوم بذلك. نروح نركض نشتكي على بعض، يعني عيب، وصلنا إلى مرحلة عيب، وفي الأخير إيش؟ كل شيء يجي وكل شيء نعرفه. وفي محاولة لطي صفحة الخلافات وتقريب وجهات النظر، زار الشيخ حمد بن خليفة في يناير 2007 مصر، وفي نوفمبر 2010 زار الرئيس مبارك قطر. هل تعتبرون فخامة الرئيس أن زيارتكم إلى قطر هي بمثابة فتح صفحة جديدة بالعلاقات بين الدوحة والقاهرة؟ صفحة جديدة موجودة من زمان، وأنا بلتقي من سمو الأمير، تقابلنا في سبت مرتين، الاتصالات التليفونية لم تتوقف الضخم بيني وبين سمو الأمير باستمرار في المناسبات وفي الأعياد وفي كل مجال، واستمر الشد والجذب واستمرت محاولات التهدئة.